أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم. معي في هذا اللقاء المميز نيافة الدكتور الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى. نيافة المطران، أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم كل المشاهدين. أود أن أنتهز هذه الفرصة لأن أشكر الأنبا إرميا رئيس المركز القبطي الأرثوذكسي للثقة التي منحني إياها بأن أكون مدير مكتب قناة الميسات في القدس، ونعدك يا سيدنا بأن نكون قد هذه الأمانة. نيافة المطران، ما هي آخر تطورات الوضع في دير السلطان؟ قضية دير السلطان هي قضية مكونة من شقين. الشق القديم اللي هو بدأ من سنة 1970 لما أخذت الكنيسة الأثيوبية أخذ دير السلطان بمساعدة الشرطة الإسرائيلية في سنة 70 في أثناء قداس عيد القيامة، وتم رفع قضية من سنة 70 وتحكم فيها 71 وإلى آخره، يعني الناس عارفة كل القصة. دي قضية قديمة وما زالت موجودة، لم يحدث فيها أي تغيير. لكن القضية الحديثة اللي كان الحجر اللي سقط من كنيسة الملك ميخائيل في دير السلطان، وكان هناك مشروع لترميم الدير كله، وكان الحجر اللي سقط ده كان هيبقى هو يعني النواة اللي ابتدوا بيها الشغل ان هو يتم ترميم الدير كله لتغيير هويته، وفي خطة شاملة عشان يبقى بعد كده إعادة الدير من الصعب جدا بالنسبة لنا. عشان كده كان لابد ان يكون هناك وقفة ويقتصر العمل على الحجر اللي وجع فقط لإعادة الممر، لان من دير السلطان هو يوجد ممر يوصل من المرحلة التاسعة من طريق الألام لغاية كنيسة القيامة، فهو ممر عام للكل لازم الكل يعدي فيه عشان يوصل كنيسة القيامة. فلما وجع الحجر اضطرت البلدية الإسرائيلية توقف الطريق وتلف الدير لوجود خطر على الممر. هم اتخذوا هذه ذريعة لوجوب الترميم، ولكن كان المشروع لترميم مساحات أكبر، عشان كده كان وقفتنا اللي احنا وقفناها واللي العالم كله شافها عشان تقليص الشغل في الحجر اللي وجع اللي هو مصدر الخطورة، ويتم فتح المكان مرة أخرى وتظل العمل من أجل القضية القديمة اللي هي من سنة 70. وحاليا يعني احنا بنشكر بهذه المناسبة وزارة الخارجية متمثلة هنا في البلاد الفلسطينية المحتلة، في سيادة السفير خالد عزمي اللي هو بيبذل، والطاقم المساعد لي اللي بيبذل قصارى جهده من أجل العمل على إحياء القضية مرة أخرى لإعادة الحقوق المسلوبة. هل يوجد تطورات أخرى على أرض الواقع بين المحكمة والكنيسة القبطية؟ هل في وعودات لكم أنكم ستحصلون على الدائرة من جديد؟ يعني الموضوع شائك. أنا شائك جدا، ومصدر أنه هو شائك أنه هو ليست قانوني صرف، يعني نعم. الموضوع مش قانوني صرف، قضية سياسية. نعم. لو هو قانوني صرف فإحنا معنا كل الحقوق، نعم، معنا كل المستندات اللي تثبت ملكيتنا للمكان او حيازتنا للمكان، لان البلده القديمه ما فيهاش ملكيه، لانها كلها عقود قديمه فما فيش ملكيه، فكله حيازه للمكان. نحن معنا كل هذه الوثائق، لكن يتغلب على القضيه الشق السياسي، وبالتالي عشان هناك شق سياسي فلا بد من تحرك سياسي عشان تتحل القضيه، مش التحرك القضائي لوحده. احنا في مخططات لمساعي حاليا في تنسيق مع وزارة الخارجية ومع السفارة ومع جهات الدولة في مصر، جهات متعددة سيادية متعددة في مصر، وعملنا كذا اجتماع في مصر من أجل تنسيق العمل، وده اللي احنا شغالين فيه دلوقتي في مخططات ازاي نشتغل ونحرك القضية مرة أخرى. هل يوجد موقف معين من الكنائس الموجودة في الأراضي المقدسة لمساندة الكنيسة القبطية؟ يعني من المؤسف أن يكون هناك لا يوجد تحرك سوى من قداسة بطريرك الأرمن اللي عرض علينا التدخل
وطبعا سألني انت مستعدين ان احنا نعمل جلسة مشتركة. انا طبعا قلت له احنا مستعدين، ما عندناش مشكلة للتفاوض، وكنت برضه منسق مع قداسة بابا تودروس، وتم دعوة الطرف الاثيوبي ولكن للأسف رفضوا الحضور. قداسة البطريركي برضه عرض التدخل بعمل جلسة مشتركة عند الكاثوليكوس الأرميني في أرمينيا، ما بين قداسة بابا تودروس وما بين البطريرك الأثيوبي، وهو بيحاول ينسق ليها، لكن أعتقد أن برضه هناك رفض من الكنيسة الأثيوبية. كيف تفسر التعنت الأثيوبي اتجاه هذه القضية؟ طالما هناك تحيز من الحكومة الإسرائيلية فأنا ليه أقعد أتفاوض؟ يعني أنت بتعطيني هدية كنز من أنت صاحب البيت وتقول لي تفاوض على بيتك. أنت تعطيني كنز من الألماز أو من الأحجار الكريمة يحتل تقريبا منتصف كنيسة القيامة، لأنه يعلو مغارة الصليب كلها. فهو تقريبا يحتل نصف مساحة كنيسة القيامة 1800 متر، وهناك يعني منحة من الحكومة الإسرائيلية للأحباش أو الأثيوبيين، فلماذا يجلس ويتفاوض؟ لا يجلس ويتفاوض إلا إذا كان هناك نوع من أنواع العدل من ناحية الحكومة الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية في تنفيذ القوانين التي صدرت عن المحاكم الإسرائيلية ذاتها في سنة 71. نعم. كيف تفسرون، ما هو الحل في نظركم للقضية؟ الحل في نظرنا التداخل، المفاوضات أو عدم المفاوضات. أنت صاحب البيت ويقولون لك تفاوض على البيت الذي أنت تملكه، فما هو الحل في نظرك؟ يعني الحل هو التحرك من عدة زوايا أو محاور. المحور القانوني ده شق، المحور السياسي شق، المحور الكنسي شق. نعم. المحور الكنسي أن يكون هناك ضغط من المجالس الكنسية العالمية، مجلس كنائس عالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط أو مجالس الكنائس عموما، يكون هناك تحرك، لأن هذا الدير مغتصب من كنيسة ويصلون فيه. كيف يمكن رفع صوتكم للكنائس العالمية هذه؟ بخطابات وتخاطب، وهناك في جلسات يتم طرح الموضوع في الجلسات التي، لأن هناك عضو ثابت من كل كنيسة موجود في مجلس الكنائس. نعم. فيتم من خلال هذا العضو، من خلال المخاطبات الرسمية بين الكنائس، لرفع الموضوع من ناحية كنسية. من ناحية سياسية أنا شايف أن مصر في تحرك كويس، وإن كان يعني من أجل حل القضية يحتاج المزيد من التحرك. نعم. ومصر ترتب أوراقها كيف تتحرك في هذه القضية. من ناحية قانونية نحن نبحث أيضا مع المحامين ومع كذا شق أو كذا محور، يعني في الناحية القانونية كيف يكون هناك تحرك مجدي، مش تحرك وخلاص، تحرك. نعم. مجدي لحل حالة هذه الأمور المتوقفة. منذ حضورك إلى الأراضي المقدسة، كيف حافظت على أملاك الكنيسة القبطية، وكيف تقوم بترميم الكنائس وكل هذه الأعمال، وأنت جئت على منطقة تعتبر من الآخر مدمرة؟ انقطاع الزيارة لفترات طويلة عن الأراضي المقدسة، يمكن الكلام ده كان من سنة 70 من ساعة ما اتخذ الدير، فيعتبر مصدر التمويل الرئيسي للكنيسة هنا هو الزيارة. فعندما يكون هناك لا توجد زيارة فلا يوجد تمويل، وبالتالي لا يوجد صيانة لكل المرافق وكل الأديرة وكل الكنائس اللي موجودة هنا. الزيارة تساعد في حل المشكلة طبعا، هي الزيارة في إثبات الوجود أكثر سيئة. في إثبات الوجود من ناحية، ومن ناحية التمويل لصيانة الأماكن من ناحية أخرى. فعشان كده كان في مشكلة كبيرة في الأماكن هنا. ابتدينا نحط دلوقتي يعني عدة مشروعات للترميم، منها في دير ماري جرجس للراهبات، في مدرسة كبيرة مقامة من سنة 1954 أيام الحروب، واتكسرت أغلب المدارس الفلسطينية، فقام المطران الموجود في ذلك الوقت نيافة أنبا يكوبوس
بأخذ تصريح من الملك الأردني لفتح مدرسة لكانت الأردن هي الحكومة المسيطرة في ذلك الوقت على الأراضي، فأخذ تصريح لفتح مدرسة يلتحق بها الطلاب الفلسطينيين بدل من أن يتشردوا في بعيد عن التعليم. والمدرسة طبعا مهلهلة وفيها أماكن كثير حالتها متدهورة، فتم بداية يعني ابتدينا مشروع الترميم من هناك، وحاليا هو مبنيين، في مبنى يعني في مراحل التشطيب، والمبنى الثاني إن شاء الله بس تخلص نبتدي في الأجازة الصيفية عشان الطلبة ونبتدي في ترميم هذا المبنى. بالنسبة للبطريركية هنا إن شاء الله بنعمة المسيح هنبتدي قريبا، يمكن عقب العيد بفترة بسيطة نبتدي في الترميم وهكذا. يعني مش يعني كل دير مارزكا برضه نحن في اعداد مرحله اعداد مشروع لترميم دير مارزكا في أريحة، في الكنيسه في رام الله برضه حدثت فيها بعض المشاكل في الاساسات بتاعت في البنيه التحتيه وفي الواجهات والى اخره، فحاليا برضه في تنسيق بحيث بعد العيد يكون في بدايه للعمل فيها. عندنا في يافا طبعا دير أنب أنطونيوس، يافا جنب تل أبيب على طول، برضه جاري إعداد مشروع، وحاليا مهندسين بيعدوا الرسومات الهندسية من أجل الترميم، لأن عندنا قصر أثري يعتبر من أقدم 4 قصور موجودين في يافا وتل أبيب. القصر له تاريخ مهم جدا، إن نزل فيه الملك فاروق، نزل فيه الملك حسين الكبير ملك الأردن، ونزل فيه شاه إيران، ونزل فيه مجموعة من الشخصيات المهمة في ذلك في الأوقات بتاعته، ولكن مع الأسف لأنه قريب من البحر فاللوحة بتاعت البحر أثرت على المبنى كتير، فهو متهالك ومحتاج للترميم، يعني محتاج ترميم كتير يعني. فإن شاء الله نحن في أعداد لهذه المرحلة إن شاء الله. سيدنا يعني لا تكل ولا تتعب وأنت مجتهد على كل الأصعدة. منذ 4 أو 5 سنوات إذا أنا مش مخطئ حضرتك وصلت إلى الأماكن المقدسة وتبعت 3 سنوات. 3 سنوات نعم، آسف 3 سنوات. بدأت احتفالات النور المقدس في كنيسة القيامة، كيف توصف لنا شعورك من بطاقة النور المقدس؟ كيف ماذا تجاوب المشككين على حقيقة النور المقدس؟ كثر الذين يقولون أنه بدعة وليس حقيقة، ماذا نقول لغير المؤمنين لندعوهم إلى الكنيسة ليعودوا مرة ثانية؟ في كذا نقطة في موضوع النور. النقطة الأولى أن موضوع النور المقدس أو ظهور النور المقدس هي المعجزة الوحيدة المتبقية والمتجددة كل عام من أيام السيد المسيح. نعم. عشان كده الشيطان بيحاربها بضراوة بكل قوة، بيحاربها محاربة شديدة خالص حتى يبطل آخر معجزة متبقية ومستمرة من أيام السيد المسيح. نعم. معجزة مرئية طبعا، احنا عندنا التحول بتاع جسد والدم دي معجزة متجددة. نعم. ولكن نعم. مش مرئية، القداس الإلهي. نعم. لكن الناس بتاخدها بالإيمان، لكن مش واضحة قدام العين ايه اللي بيحصل فيه. لكن معجزة النور المقدس هي معجزة متجددة واللي بتراها العين. النقطة الثانية، هناك إثباتات كثيرة ان النور ده نور مقدس. رقم واحد، في تاريخ الكنيسة عندنا في القرن 19 في أيام البابا بطرس الجولي. نعم. وكان الوالي في ذلك الوقت طلب من البابا بطرس أن هو يتأكد من هذا النور بنفسه، وكان هو ماسك فلسطين وكان ماسك مصر في نفس التوقيت، إبراهيم باشا. نعم. فطلب من البابا أن تيجي تحضر معايا النور في القدس، فقال له ماشي وجي حضر معاه. طلب من البابا يدخل القبر بدل بطرك الروم فرفض، قالوا لا دي هتعمل مشاكل بيننا وبين كنائس صديقة واحنا ما نحبش يكون في مشاكل، انا ممكن ادخل مع بطرك الروم لكن ما ادخلش لوحدي. وفعلا دخل مع بطرك الروم، والوالي فض كنيسة القيامة تماما. الكلام ده المعجزة دي مكتوبة عندنا في السنكسار اللي هو بيجري كل يوم في القداس الالهي عندنا تقريبا. سيدنا
مش متذكر بالضبط بس اعتقد 1880 حاجه زي كده يعني على ما اذكر. الوالي فضى كنيسه القيامه تماما الى ساحه الكنيسه بره، ودخل هو بالخيل بتاعه جوه الكنيسه القيامه. فلما صلى الاثنين البطاركه طلع النور، ولما طلع النور وقع هو من الخيل بتاعه عشان ما احترمش كنيسه القيامه، وشق العمود وطلع للناس اللي موجوده بره في ساحه القيامه، اشعل كل الشموع اللي موجوده في ايديهم. فدي معجزة تاريخية موجودة عندنا، وفي التقليد كنيسة الروم الأرثوذكس في نفس المعجزة بطريقة أخرى في القرن 15 على ما أتذكر، إن برضه نفس القصة لظروف سياسية منعوا بطرك الروم يدخل، وقف على باب كنيسة القيامة في الخارج وظل يبكي هو والأساقفة والمطارنة اللي معاه والشعب، وطلع النور وشق العمود برضي وطلع انار الشموع اللي موجوده في ايد البطرك وفي ايد العمود امام كنيسه كنيسه القيامة. موجود. نعم. موجود لكل من يزور الاراضي المقدسه يشوف العمود. نعم. دي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه، احنا عندنا في التقليد بتاع النور المقدس بطرك الروم بيدخل القبر غرفتين، غرفه الملاك زي ما حضرتك عارف. نعم. الخارجيه. نعم. وغرفه القبر نفسه جوه. نعم. الغرفة الداخلية، فبطرك الروم بيدخل في الغرفة الداخلية، في الغرفة الخارجية بيقف ثلاث رهبان، راهب من الكنيسة القبطية، راهب من الكنيسة السريانية، راهب من الكنيسة الأرمانية. نعم. الثلاثة الأرثوذكس، يعني داخل قبر الأربع كنائس الأرثوذكس. نعم. بين القبر الغرفة الداخلية وبين الغرفة بتاعت الملاك في أرش لكن ما فيش باب. نعم نعم. فالرهبان اللي واقفين في الخارج شايفين كل اللي بيحصل جوه. نعم. مفيش يعني مفيش اسرار، يعني مفيش حاجه مخفيه. نعم. طبعا رهبان احنا بنعمل تبادل، كل سنه بيدخل راهب غير الثاني عشان ياخد البركه. نعم. من رهبان القدس، فبيحكوا لي بعد كده اللي بيحصل، لان انا لازم اكون واقف في الهيكل بتاعنا اللي هو الناحيه المعاكسه للقبر الناحيه. نعم. الثانيه. فاحدهم حكى لي موقف ان في الرخامه مقسومه نصين اللي هي بتغطي جسم القبر. نعم. فلما صلى البطرك طلع النار من بين الرخامتين زي ما يكون في بنزين مولع او سبيرتو مولع، نور ازرق ابتدى يولع منه البطرك الشمع بعد ما صلى. احد الرهبان التانيين حكى لي منظر اخر، قال لي شفت كان في انوار طالعه زي البرق طالعه في كل مكان في القبر ولعت الشمع اللي في ايد البطرك. فهناك شهود على هذه الاحداث، يعني ناس شافت بعينيها. بعدين احكي لك معجزه حصلت عندنا هنا في الدير، لسه اصحابها مقابليني في القاهره من فتره قريبه خالص، ان كان احدهم موجود هنا في الكنيسه وما عرفش يروح الكنيسه القيامه يحضر النور. يحضر النور، زي ما حضرتك عارف انتوا بتحطوا شاشه. نعم. هنا شاشه. انا حضرت على هذه المعجزه. نعم انا شاهد. انت شاهد عليها على هذه المعجزه. انا شاهد. نعم. انك انت اللي بتحط الشاشه هنا. نعم. مسؤول. نعم. وضع الشاشه الكبيره. نعم. الشاشه اللي زي بتاعه الاستاد الكبيره خالص. نعم نعم انا شاهد. فهذه السيده وقفت وبإيمان وظلت تبكي لانها ما دخلتش كنيسه القيامه، واول ما شافت البطرك طالع من القبر وهي بتبص في الشاشة مدت الشمع ناحية الشاشة، وطبعا الشاشة بعيدة خالص، فالشمع ولع في ايدها وهي واقفة في الساحة بتاعت الدير هنا. فشهود الحدث كتير، يعني الشهود الموجودة على الحدث كتير. وبعدين البطرك بيدخل بيجلعوه كل اللبس اللي هو لابسه، بيبقى باخر جلابية، وبعدين بيبقى ماسك داخل بالشمع مطفي الفند ده اللي هو 33 شمعة، بيبقى ماسك اتنين في ايديه مطفيين، الشمع بيولع ازاي؟ يعني هناك الشمع ازاي، النور ازاي في البدايه بيبقى نور وبعدين بيتحول لنار، يعني كل دي صفات النور. نعم. اللي الناس بتحطه تحت وشها، وواحده ست تحطه تحت شعرها. سيدنا انا اسف لمقاطعتك، بعض المشككين هنا يقولون يعني لماذا بطرك الروم؟ لماذا بنفس الساعه؟ لماذا؟ اسئله كثيره تدور في هذا الموضوع وبحاجه لاجابه من الناحيه اللاهوتيه. لماذا بطرك الروم؟ ده تقليد من زمان، يعني تقليد من زمان. احنا يعني في حالة، سوري للمقاطعة، في حالة نيافة المطران أنطونيوس الأورشليمي دخل إلى القبر راح يصلي ويكون يطلع النور.
قضية يعني إيمانية. في تقاليد بين الكنائس. نعم. إحنا مش هنخسر بعضنا، إن المحبة فوق كل حاجة. نعم. يعني أنا دخلت عشان أصلي أطلع النور، أو دخل هو هنفرق إيه؟ إحنا اتنين واحد. نعم. يعني إحنا المفروض كنيسة واحدة وشعب واحد وجسد واحد، مش ما بندورش مين فينا اللي ياخد. نعم سيد. المسيح قال ايه؟ مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، بولس الرسول مقدمين. نعم. بعضكم بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم نحو بعض. الفكرة مش الفكرة من يدفع الاخر للخلف عشان يطلع هو القدام، لكن الفكرة مين زي ما عودونا وعلمونا في الأديرة بتاعتنا، مين يزج اخوه القدام وهو يبقى وراه طول عمرك. نعم. فده اللي علمه لنا في الأديرة وفي الرهبنة بتاعتنا، وعلمه لنا التقاليد الآبائية بتاعتنا. مش الفكرة مين يدخل، لكن هو تقليد من زمان ان بطرك الروم هو اللي بيدخل، واحنا مش متضررين من كده. يعني انا متضرر من ايه ان بطرك الروم يدخل؟ انا المهم عندي الاهم من مين يدخل ومين يطلع، ان النور بيطلع. اهم عندي شاهد على القيامة ان النور بيطلع، مش مهم مين اللي بيدخل ومين اللي بيطلع. مش هجرح مشاعر كنيسة شقيقة أخت لينا عشان أنا أدخل، لو مش هي دي المحور الموضوع. يعني ليس هذا هو المحور. نعم نعم. ما هي رسالتكم الفصحية إلى العالم بعد التفجيرات التي حدثت في يوم الفصح الأحد الماضي؟ رسالتنا في عيد القيامة لكل الشعب، كل الشعب المسيحي في كل العالم، وخاصة الأقباط، وخاصة الأقباط طبعا، لكن كلهم إخواتنا. نعم. كل الكنائس إخواتنا، كل الكنائس كلنا كلنا إخوة. نعم. المسيح بقيامته جعل هناك رجاء أنه لا يوجد مستحيل. نعم. ما فيش مستحيل. كان يقف الإنسان أمام نقاط كثيرة ويقول هذا مستحيل، ولكن أصبح بالقيامة لا يوجد شيء مستحيل. من كان يقول أن العازر بعد أن مات ودفن وأنتن نعم نعم وأنتن في القبر بعد 4 أيام يقوم ويخرج من القبر؟ صفاء إلهية. نعم. لا يوجد مستحيل. من كان يستطيع أن يقول أن الأعمى المولود أعمى يستطيع أن يفتح ويرى النور؟ محدش يستطيع. نعم. أن يقول من يقول أن المسيح بعد أن مات، لو قلنا أن المسيح هو الذي فعل هذه المعجزات، من يقول أن المسيح بعد أن مات ودفن وظل في القبر 3 أيام ووضعوا حجرا على القبر، حجر كبير. نعم. وختموا الحجر بالختم بتاع الوالي عشان يتأكد، ووضعوا حراس على القبر عشان محدش يجرب من القبر، يقوم ويتظل الأكفان كما هي في القبر. أصبح لا يوجد مستحيل. أصبح الإيمان أقوى من أي شيء. رسالتنا لكل مسيحي في العالم، تمسك بالإيمان بتاعك، لأنه إيمان قوي وأقوى من أي قوة، أقوى من قوة الإرهاب التي تدفع وتقتل. أقوى الإيمان، أقوى، لأن نحن نؤمن أن هؤلاء شهداء وراحوا يستمتعوا مع الله في السماء يحتفلوا. عندنا الشهداء بتوع ليبيا، الكثير منهم صنعوا المعجزات والآيات بعد استشهادهم، والمعجزات الناس تعرفها كثير خالص، وما زال المزار بتاعهم في صملوط، ناس كثير في العدو، والناس كثير بتروح وتصلي هناك وتاخد بركتهم وتصنع معهم آيات معجزات كثير. الناس اللي استشهدت في طنطا معجزات كثير، الناس استشهدت في بطرسية معجزات منهم كثير خالص بنسمعها وبنسمع من الناس اللي حصلت معهم المعجزات. فده دليل ان الناس دي ما ضاعتش، لكن دول ذهبوا عند الله ليحتفلوا بالقيامة هناك ويعيشوا حياة أبدية سعيدة مع المسيح القائم من بين الأموات. هم ماتوا ولكنهم قاموا ليعيشوا أو يحيوا مع المسيح إلى الأبد في الأبدين. فرسالتنا لكل إنسان مسيحي، تمسك بإيمانك ليكن لك رجاء أن الله قادر أن يفعل أي شيء. الله له القوة المطلقة ويحتاج فقط أن ندعوه بإيمان، ندعوه بإيمان.
سيتدخل في أي مشكلة أو في أي مرض أو في أي وضع إن كان يتوافق مع إرادته. لأن البعض يقولون تم طلبنا كثير من ربنا وربنا ما استجابش. لا، المهم يكون الطلب يتوافق مع إرادة الله. إحنا شفنا لما كنت في الدير شفنا معجزات كثير خالص، ولما كنت مع أبونا الروحي أبويا اللي أنا تربيت على أدي أبونا سوفيلس المحرقي شفت على أدي معجزات كثير بعناية وسمعتها من أشخاص أصحابها. فالقوة الإيمانية التي أعطاها الله بالقيامة قوة غير محدود. يكفي أنه يقول للتلاميذ ها أنا أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقار ولا يقوى عليكم شيء، اصنعوا معجزات، أقيموا موتى، اخرجوا شياطين، طهروا برص، مجانا أخذتم مجانا أعط. قوة مطلقة ممتدة منه هو أو مستمدة منه هو أعطاها للتلاميذ وأعطاها بالتالي طبعا لكل أولاده المؤمنين به حتى يكونوا منارا ويكونوا نورا في وسط العالم ويكونوا ملحا في وسط الأرض. والرسالة نقولها للإرهابيين مهما صنعتم سيزداد إيماننا أكثر، ستزداد قوتنا أكثر، سيزداد تمسكنا بإلهنا أكثر، ونحن كلنا مستعدين للاستشهاد. ربنا يعطينا هذه النعمة ويعطينا هذه القوة أن نكون جاهزين في كل لحظة لهذا الإكليل، لأنه ده إكليل بيبقى بركة ربنا مش بيعطيه لأي حد. الحمد لله. الحمد لله. نيافة المطران شكرا جزيلا على هذا اللقاء المميز في أسبوع الألام، ولا يمل حضرتك أتحفتنا بالكلمات المميزة. نشكرك كثير وعيد قيامة وفصح مجيد إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة وكل المشاهدين طيبين. شكرا شكرا شكرا. ربنا يخليك. ونعود بكم إلى استوديوهاتنا في الميسات وشكرا للجميع.